السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. بحكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد التورته اللي كتجي سائله، كتجي ساهله ولذيذه، لذيذه بزاف. كتجي هكا طبقات لعشاق القهوه، كتجي رائعه، سهله، كتوجد بسرعه وكتجي زوينه. واحد كاين واحد الطبقه ديال الكيك اللي كتجي هشيشه، وطبقه ديال الكريمه اللي كتجي كريميه وكتجي لذيذه، لذيذه بزاف. بقوا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. ما نخرج عليا واللايك الا عجبكم طبيعه الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحب باش تعملوا فائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خير وفرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك، عندي هنايا نصف الكاس ديال الحليب 100 مليليتر، عندي هنايا اكثر شويه من النصف حتى هي 100 مليليتر لان الزيت كتوزن اكثر. عندي 75 غرام ديال السكر نصف كاس، زوج بيضات بحالة الغرفه، زوج معالق كبار ديال كاكاو المر او الكاكاو الخام اللي كيكون مفيهش السكر، ساشي ديال الفاني، عندي هنايا 7 حتى 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى او بيكنج باودر، قبصه ديال الملح والدقيق المغربل. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هذا الفاني والبيض والسكر، غادي نضربهم مزيان. ملي ضربتو مزيان كيولي هكا الخليط بحال اللي كيكون هكا ابيض. دابا غندير في الزيت شويه بشويه وكنخلط. صافي ملي كيصبح هكا الخليط دابا غندير في الحليب، غادي نخلط غير بهذا الخلاط اليدوي. كنخلطو حتى كينسجم مع داك الخليط اللي درنا في الاول. غنضيف هاد الكاكاو، غنضيف الدقيق شوي بشوي كنخلط، غنضيف هاد الخميرة ديال الحلوى بيكنج باودر، دقيق بالنسبة للمبتدئات دائما كديرو شويه بشويه وكتخلطو. صافي كنخلط حتى هكا كيولي القوام ديالو بحال الكيك العادي، كنخلط حتى ما كيبقاش هذيك الحبيبات ديال الدقيق. انا خدات لي كاس ونصف ديال الدقيق يعني 150 غرام، وانتم على حساب الدقيق اللي عندكم على حساب البيض واش كبير ولا صغير. صافي كنجيب واحد الليمون كندهنو هكا غير بالزيت، انا دهنته غير بالزيت هكذا، كندير القليل من الزيت وكندهنو. صافي كنخوي فيه هذا الخليط، صافي كنوزعو. الفرن درتو يسخن على 180 درجة، ملي غادي يسخن غندير فيه الكيك ديالي، غادي تبل تحت الفوق 150 عفوا على 180 درجة، ملي غادي تيب غادي نجمع. ملي درت الكيك ديالي غادي تيب كنوجد هاد باش غادي نسقيه، كندير نصف كاس ديال الحليب كندفيه غير قليل، وكندير معاه ملعقة كبيرة ديال السكر ونصف ملعقة كبيرة ديال نسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان. لما كيعجبش القهوه يقدر يدير الكاكاو. صافي غادي نخلي عليه جوج باش ملي نخرج الكيك ديالي يكون سخون، ندير عليه هاد الخليط يكون بارد. ها هو الكيك ديالي ملي خرجته من الفران، كتاخذ واحد العود كتشوفوا تلقاوه هنا، شفتوا صافي تعرفوا بلي راه طابت، راه ما كتاخذش وقت طويل غير واحد 20 دقيقه لانها كتجي طبقه رقيقه. صافي دابا غادي نسقيها بهذاك الحليب اللي كنت درت مع القهوه والسكر، يكون بارد والكيك يكون سخون، غادي غير كيشربو. صافي غادي نخليه حتى غادي يبرد شويه ونمشي نوجد الكريمه اللي غندير طبقه ثانيه. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه، عندي هنايا 4 معالق كبار ديال الدقيق او الفارينه، دقيق الابيض، عندي 5 معالق ديال النشا او المايزينا،
ربع كاس الى ربع ديال السكر، على كيبقى على حساب الذوق، واحد 100 غرام اللي درت انايا، ساشي ديال الفاني الى عندكم سائله كتكون افضل، عندي ملعقه كبيره ديال الزبده كنخليها حتى الاخير، وليتر ديال الحليب. كنجيب واحد الكنجره كندير فيها هذا الليتر ديال الحليب، نضيف السكر والدقيق والنشا وهاد الفاني، غادي نخلطهم مزيان حتى كيذوب كلشي، داك الدقيق وهداك النشا، وغنديرو على النار صافي. كنديرها على النار كنحرك باستمرار ما كتسقيش فقاع الطنجره حتى غادي يبدا يغلى معايا الخليط، ضروري تبقاو كتحركو مره مره يعني ما تقفلوش عليه باش ما يتسلكوش بالنسبه للمبتدئات. صافي هو الخليط بدا كيعقد معايا كما كتشوفوا، مزيان بقات معايا هاد ديك الكريمه، غنضيف الزبده وغادي نخلطو مزيان. صافي ملي ضفت هاد الزبده كنحركو مزيان حتى كينتجم مع هاد الكريمه. دابا غنديرها على الكيك اللي خليتها بردت غير واحد ربع ساعه. صافي ملي كنكبو كنوزعو هكا على الكيك، غير تحيدوا على النار كديروا باش ما يعقد لكمش ما تعقد لكمش الكريمه. صافي غادي نقادو مزيان وغادي نخليه حتى غادي يبرد. صافي ملي قديت عندي البسكوي، اي بسكوي عندكم، انا درت هنايا بسكوي ديال الشوكولات كتحطوهم هكذا الفوق كتزين، تزين دائما كيبقى اختياري. صافي ملي درت على هاد البسكويت غادي نخلي حتى كتجمد هاديك الكريمه كتماسك، عاد كندير لها ديك الطبقه الاخيره. بالنسبه للطبقه الاخيره كما كتشوفوا يمكن يبان لكم بزاف ديال الطبقات، ولكن راه هاد التورته كتجي ساهله، راه دغيا كتوجد بسرعه، لانك دغيا كنديروا حاجه مور حاجه ما كنستناوش عليها بزاف، ودغيا هاديك الكريمه دغيا كتجمد ما كتاخذناش وقت طويل، حتى الكيك دغيا كيتب في الفران لان ماشي غليظ بزاف كيكون رقيق، يعني ما كتاخذ مناش ساعات يكون كاملين كلشي هاد المراحل. بالنسبه للطبقه الاخيره عندي كاس ونصف ديال الماء ما يعادل واحد 300 مللتر، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال السكر كيبقى على حساب الذوق، ملعقه ونصف ديال نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان اللي ما بغاش دير تقدر دير الكاكاو، عندي هنايا فلان اللي كيكون عادي هذا اللي كيكون هكذا، غندير الساشي وغنزيد شويه من هذا، يعني ما غنديرهمش بجوج كاملين، غنزيد غير القليل منهم. كنجيب واحد الكاسرون كندير فيه هذا الماء، كاس ونصف، كنضيف السكر، القهوة، وغنضيف هاد الفلون، وغنزيد واحد النصف هدا، باقي فيه النصف، صافي غادي نحركو مزيان وغادي نديرو على النار. صافي كنديرو على النار كنحركو حتى غادي تطبخ معايا كما كنديرو الفلون عادي. انا ضفت واحد معلقه ديال السكر، درت لها المعالق، جات لي شويه داك هذاك النسكافيه جات لي شويه قاصحه، زدت شويه السكر، السكر كيبقى كما قلتكم على حسب الذوق، تقدر تذوقو عاد كتزيدو هذاك الفلون. صافي غادي نخلطو حتى غادي يبدا يطبخ معايا وغادي نطفي عليه. صافي دابا ملي طبخ معايا غادي نطفي عليه. صافي ملي حيدت هذاك الخليط اللي درت بالفلون والماء والقهوه كنخليه كيبرد شويه، كنخرج التورته ديالي تكون هذيك الكريمه كما كتشوفي عاقده. صافي كنبقى هكا غير بشويه
صافي ملي كبيت كلشي هذاك داك الطبقه الاخيره غنديرها في الثلاجه حتى كتبرد معايا مزيان وكتعقد هذاك الطبقه الاخيره وغادي نرجع معك. هاي البنات التورته ديالي ملي بردات وجمدت ديك الكريمه قطعت لكم كتشوفوا كتجي رائعه البنات، كتجي طبقات اللي غزالين. شوفوا البنات كي كتجي رائعه، داك الكيك كيجي حشيش اللي سقيناه، وداك الكريمه كتجي زوينه بزاف، وهداك هذاك الطبقه الاخيره اللي درنا بالقهوه كتجي زوينه زوينه بزاف كما كتشوفوا كتجي رائعه. شوفوا البنات كي كتجي غزاله غزاله ما نقولكمش. هذيك الكيك كيجي حشيش حشيش بزاف وكيجي مسقي، هذيك الكريمه كتجي كريميه كيجي اكثر من رائع البنات. نتمنى تجربوه ويعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم. ما تخلوش عليا باللايك الا عجبكم، تابعوا الحال بارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب شعلوا الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خير، حتى الفيديو ان شاء الله وصل جديد، والسلام عليكم في رعايه الله.